اهلا فيكم مشاهدينا بالفقره الاولى. رح نحكي عن الرياضه الصباحيه مع كوتش مصطفى ابو الربيع. يسعد صباحك. صباح الورد حبيبي، كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يسعدك كابتن. نحكي بالبدايه عن فكره الكارديو، اللي هي التمارين الرياضيه الهوائيه، اللي الناس دائما بتسمع انه لازم تلعب كارديو، لازم تلعب كارديو. شو اهميه لعب الكارديو؟ هسا شوف، في عندنا كارديو نوعين، كارديو شده خفيفه وكارديو شده عاليه. الكارديو شده خفيفه اللي هي نفس المشي، نفس لعب الباسكت، نفس يعني شغلات بسيطه. وهي انا بنصح الناس دائما كل يوم لو بيمشوا 30 دقيقه باليوم كثير ممتاز. حلو. وفي الشده العاليه اللي هي نفس نط الحبله، نفس الالعاب الهوائيه عاليه الشده شوي، هاي بتكون يعني برضه للمرحله اكثر متقدم شوي. حتى نبضات القلب بتصير سرعتها اكثر. طبعا هسه كل ما رفعت نبضات القلب كل ما صار عندنا الاحتراق. طبعا عندنا هون كثير ناس ماخذين فكره انه هي صرت والله معرقت كثير انه هي بضعف. طبعا هذا لا، ملوش دخل الدهون في السوائل تطلع من الجسم، هاي سوائل العرق. سوائل الدهون تطلع عن طريق التنفس، فلايما لازم انت تلعب تنظم نفسك، شهيق وزفير. شهيق وزفير، لانه الدهون بتطلع عن طريق التنفس، مش اثناء الزفير. اثناء الزفير يس، مش عن طريق السوائل تطلع من الجسم. هاي السوائل اللي انت لازم اصلا تعوضها وتشرب بدالها. وفوائد الكارديو بتعمل لك شد للجسم، بتنزل لك الدهون، بتضبط نبضات القلب، منيحة لمرضى السكري، منيحة بأي شكل لأي مرضى في العالم. المشي رياضة أفضل مشي، منيحة يعني وبتفيد كل الناس. فأغلب مشكلتنا هي تحتاج معدات أو ممكن تلعبها بدون؟ والله شوف، ما فيش معدات يعني. لو أنت إحنا مشكلتنا إنه صرنا أي شيء بدنا نشغل السيارة ونروح. صح. لو إنه بس نصير نفكر شوي إنه لا، ليش أشغل السيارة؟ هي السوبر ماركت، هي بدأ تسوق، بدي أعمل إشي. لو مشيت في اليوم 10 دقائق وربع ساعة شوي صرت تزيد بتحرك جسمك. طبعا لازم عندنا يصير في تحريك للجسم. احنا مشكلتنا بنحركش، انه خلص في دوامنا مثلا احد قاعد طول النهار ورا مكتب، والله تعبان بروح عندي وجع في رقبتي، عندي وجع كذا. طب ما هي القعدة هاي بتعمل لك ديسك، لازم تعمل تمارين ستريتش، تمارين اطالة. لو صحيت الصبح قبل دوامك مشيت لك شوي تحركت، فهذا اشي كثير مفيد. واللي بده ينزل وزن دائما يمشي او يلعب على معدة فاضية. دائما الصبح يلعب على معدة فاضية ويمشي على معدة فاضية افضل واحسن، بنزل دهون وبعدها بنص ساعة بياخذ البريك فاست وبصير اموره تمام ويطلع دوامه. حلو. اليوم بدنا نحكي عن بعض التمارين للكارديو للسيدات، ممكن يلعبوها بالبيت بصير بدهم يكون في عندهم اي ماكينات او ادوات، او اذا بدهم يحتاجوا اوزان خفيفة. حنعطي شغلتين، شيء هم مثلا بتقدر تلعب في البيت من دون ولا اي شيء يعني من دون ادوات، وحنعطي شيء بالادوات. وبس بدي احكي شغلة، انه بنصح الكل انه يبعد عن الشوكولاته. خاص ايام الحظر يعني عم برن علينا كوتش انه والله عم ننصح مش عم ننزل وزن، كوتش شو نسوي؟ سكرت النوادي. يا جماعه لو سكرت النوادي يعني هو مش النادي يعني مش كل شيء بيمنعك عن الاكل. بيمنعش عن الاكل طبعا. دائما 70% تغذيه صحيح، بعدين 30% اللي هي الرياضه، نشاط رياضي. بالضبط. احنا مشكلتنا في التغذيه شوي بوكلو يعني مثلا اكلت انا شيبس، طب فيش له داعي شوكولات، ما فيش له داعي عصير. طب هذا طبيعي؟ مش طبيعي. انت الطبيعي اللي تجيب فواكه تعصرها، اي شيء فيه سكر مثل الشاي مثل الكوفي مثل النسكافيه، هذا كله بيزيد وبعطيك سعرات وبنصح. فزي هاي الشغلات بحاول ابعد عنها قدر المستطاع. وبعدين مثلا تيجي تحكي لهم عن التغذيه، انت كنت شو بدك تحرمنا من كل شيء؟ لا يعني مش بدي احرمكم، ابعد يعني بدل شيء بدل شيء. يعني مثلا الخبز الابيض بلا منه. الخبز في بدائل له، في بدائل. الخبز الاسود، خبز القمح كثير مفيد واحسن من الابيض وبنزل وزن. اللي مثلا بدي اكل شوكليت او عصير او جايب لي سكر، باكل فواكه، باخذ سكر من الفواكه، مش ضروري اني يعني اكل شوكليت او جعبالي السكر ينزل عندي. باكل فواكه، باكل عنب، بعوض هاي الشغلات. يعني هي كل شيء له بدائل. صحيح. ابعد عن الزيوت المهدرجه والوجبات. هسه احنا كيف بتكون دهون عند السيدات في المنازل؟ من الوجبات السريعه، من الزيوت المهدرجه اللي هم بيقولوا الزنجر، البرجر، الشغلات الحركة. هذا كثير عندنا. تمام. نحكي شوي عن التمارين اللي حنلعبها اليوم في البيت. نحكي هسه شوي عن التمارين. يلا تفضل. يلا فنبلش معك. نجيب بس هاي. تفضل. أول شيء حنعطيكم تمارين كارديو للإحماء للجسم. ببلش خفيف دائما قبل أي ملعب أي شيء، لازم أعمل إحماء للعضلات عشان ما يصير عندي فيه إصابات. ببلش خفيف، بصير أحرك إيدي هون، بزيد شوي شوي سرعة. في وقت معين تنصح فيه او مده زمنيه للعب الكارديو؟ والله شوف، هو عندنا يعني للمبتدئين لو بلشوا ب 10 دقائق وربع ساعه منيح باليوم. باليوم بعدين يصير يزيد اكثر فافضل. هو انه اول 20 دقيقه
عندنا بلش الاحتراق السكر في الدم، بعد 20 دقيقة بصير يحترق عندنا الدهون. حلو. فاحنا ما تحكي له هسه نص ساعة بينصدموا من اولها، فانه ستيب باي ستيب مش مشكلة. اقصى حد تنصح فيه نص ساعة؟ اقصى حد يعني لا مو اقصى حد للكارديو، لا مو اقصى حد، نص ساعة يعني انه بلش الاحتراق عندك. حلو. خلصت بدك تلعب بعدين تمرين مقاومة تكمل. هسه هون بزيد سرعة شوي، دائما بحرك ايدي هون عشان نعمل نحرق فات، نحرق جسمنا كامل. بصير ازيد ستيب باي ستيب. كل تمرين احماء له وقت معين ولا لما بتحس سيدي انه خلص تعبت؟ هسه شوف لما تحس انها تعبت، بس هو يعني 1 مينت منيح لما تلعب. بس هسه احنا بنصير نحمي هيك عشان نحرك جسمنا لين كامل، لين العضلات كلها، لين العضلات. طبعا هاي التمرين مش بس كارديو، برضه بعطيكم تمرين للشد مع الكارديو نفس الوقت. ها هاي حمينا هون. عسيرة الشد ممكن يكون في شد لاجزاء معينه من الجسم اكثر من اجزاء ثانيه؟ طبعا، يعني مثلا هسه انا كنت عم بلعب رجلين، هون عم بحرك رجلي اكثر من ايدي، التركيز عليهم بس هو بعدين في عندي بدي اعطيكم معلومه. تفضل. انه ما في يعني شيء بيستهدف بحرق انه والله بحرق دهون البطن هي لحالها. فيش هذا جسم بني ادم، هو ولا المواد اللي بياخذوها ولا المحارق الدهون ولا شيء. انت بتلعب كارديو وبتحرق من كل الجسم، كل الجسم. بس انا ايش بصير العب مثلا هسه اعطيهم عن عضله التراي هون. نعم. هاي عندنا كثير سيدات عم بيشكوا منها لانه هي عضله ضيق ثلاث رؤوس، كثير عم بيشكوا من انه والله كوتش عم ترهل فيها، ترهل عندنا الخواصر. حكينا اهم شيء التغذيه بعدين التمرين. صحيح. فاعطيهم انه هاي كيف تنشد وكيف تزبط معهم، واعطيهم تمارين. هل مع الوقت ممكن تنشد فعلا ولا لازم يروحوا للجيم يلعبوا؟ لا، الكارديو ولا له دخل الجيم. هسه اعطي هسه علمنا كارديو وحاعطي تمارين يشدها ويستهدف العضله. حلو. منه بشيل الدهون، منه بكبر المسلز العضل. بس في ناس بيخافوا ايام تكبير العضل انه بصير عضل اللي لا طبعا أكبر. السيدات هذا اللي ما همش في الحكي هذا، اللي مسؤول عن عضل هرمون الذكوري. السيدات عندهم هرمون الذكوري كثير قليل كثير. بعمل تمرين اطاله هون ستريتش. طبعا في كثير سيدات بيحكوا لك كوتش اذا بلعب حديد راح يصير عندي عضل زيكم وهيك. طبعا لا، هذا الشيء غلط. ما في سيده بصير عندها عضل زينا، لانه هو المسؤول عن العضل هو الهرمون الذكوري. الهرمون الذكوري كثير نسبته واطيه عند السيدات. فهي بتشكل جسمها، بشد، بيعمل شيب للجسم، بصير حلو وبشد. طيب مع تمارين الكارديو بعطيكم تمارين شد الرجلين. مثلا حنزل سكوات حطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس الرجل 4 5 6 1 2. هاي تمارين شد العضل الفخذ والجلوتس، ومنها تحرق. طب هل بتنصح انه تكون بعد تناول وجبه الفطور يكون الكارديو؟ لا، انا بحب قبل الصبح عريق عادي بده ينزل دهون، بده ينزل. في حال افطرت السيده وحابه تلعب بعدين قديش ممكن؟ بعد ساعتين يكون خلص احترق. هسه حنعطيهم تمارين للخواصر، خواصر في المنزل. طبعا في اي كل واحد عنده عصاي او اي شيء، بتقدر تحطي عصاي هون، وانا بفضل هو قاعد عشان يصير عندنا اصابه. مش على الرقبه، يعني الف عشان يشوفوا هون. حلو. ما يحطوها هون عشان ما يصير في عندنا اصابه، بحطها هون. وبفضل وانا جالس، يعني وانا جالس على كرسي بصير العب تمرين بحرك الجزء العلوي. بالضبط. هاي بتستهدف الخواصر اللي هي عندنا دائما فيها دهون. صحيح. بلعب هون، ما بدي احط عصاي، بثبت رجلي والجلوتس تمام عشان ما يصير عندي اصابه، بصير الف هون بدون عصاي. بصير هيك وهيك. هاي تعتبر شده متوسطه او عاليه؟ لا هسه هون متوسطه صرنا. نعم. خلصنا، طلع نفس، يعني هاي لو لعبتوها 10 دقائق ربع ساعه كل يوم مش حيضل عندكم خواصر. حلو. هاي تمرين اول. هاي مستنوا عليها الناس وانبسطوا. هاي كثير مستنوا عليها. وانا 10 ايام بتحدى الجميع يلعبها كل يوم تمارين هاي، حيفرق جسمه كامل وهو في المنزل. رجال ونساء؟ بصير رجال وسيدات طبعا. نعم. بس احنا يعني الرجال عندهم شويه بحبوا العضل والهيك. صح.
انه السيدات عندنا كثير عندهم شويه دهون بيحبوا تشكيل الجسم. بس انا قصدي انه عشان يشد الدهون. اي بني ادم جسم عادي حلو بيستهدف رجال وسيدات. تمام. اعطيكم كمان تمرين للخواصر وانت واقف. خلصنا واحد في العصاي، خلصنا اثنين هون، حلعب حعمل ايدي هون، حفتح رجلي هيك، حصير اوصل 1 2. هسه لو نزلت ركوعك شوي باثرش عشان مش الكل حيوصل رجله هيك. وان. حسب اتزان البني ادم بالضبط. هاي برضو اشتغلنا على الرجلين وعلى الخواصر وعلى الخواصر. هل ممكن الكارديو يخلي الواحد يحصل على معدة أكيد رشيقة؟ خلينا نحكي خالي بدي أحكيك معلومة. في ناس كل يوم بيلعب معدة 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 عشان يشيل الكرش، ولا له دخل. بزيد ليش؟ أنت عم تلعب معدة عم بتكبر العضل. لما يكبر العضل شو في فوق العضل؟ دهون. شو صار عندك؟ والله زاد الكرش يا كوتش. طب بدك تشيل الدهون. هسه لعب المعدة مالوش دخل في شيلة الدهون، الكارديو هي اللي بتشيل الدهون. صحيح. مش المعدة. وتلعب معدة كل يوم غلط، لازم يوم تريح يوم تلعب عشان نعمل ريكفري للعضل. سؤال أخير على موضوع الكارديو، بتنصح فيه يكون يومياً؟ طبعاً. بكل الأحوال بده يزيد أو بده يحافظ على وزنه؟ لازم يومياً. بضبط نفسك، دقة قلبك. إذا عندك ارتفاع بالسكر بنزل، ضغط بشيل، يعني كل بني آدم عنده دهون وعنده. صحيح. لازم كل يوم واحد يبلش في الكارديو. 100%. إحنا بدنا نشكرك أكيد على وقتك وعلى جهدك الصباحي، وإن شاء الله نرجع نستضيفك في حلقات ثانية. إن شاء الله. شكراً جزيلاً. أهلاً الله يسعدك. مشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل، راجعين.